تجميل الأذن البارزة. قد يتم تجميل الأذن البارزة بالجراحة أو الخيوط أو البايندرز، وهذا حسب الحالة. ولنعرف كيف يتم تجميل الأذن، يجب أن نعرف أجزاء الصوان الخارجية، وهي الهيليكس، الأنتي هيليكس، ترينجولار أريا، روت أوف هيليكس، كونكا أوف إير، إير لبيول، إكسترنال أوديتوري ميتاس، The Drakes. دي الأجزاء الأساسية اللي على أساسها لو في أي تغير فيها بيبقى شكل الأذن مش متناسق مع بقية ملامح الوش، وبالتالي بنحتاج لتجميل الأذن البارزة، وقد يتم بالجراحة، وفي بنبتدي نشيل الجزء الزايد من الجلد وبينكشف قدامنا الغضروف، نبتدي نشيل الجزء الزايد من القوقعة اللي مسبب البروز، ومع الخياطة بالغرز الثابتة تبتدي الأذن تنضم نحو الرأس، ثم يتم غلق الجلد. في الطريقة الثانية اللي هي بتتم عن طريق الخيوط، تجميل الأذن بالخيوط بيعتمد على عمل تراكس في الأنتي هيليكس تحت الجلد، ومنطقة دي مع الخيوط بيزيد الانحناء بتاع الأنتي هيليكس وبتنضم الأذن للرأس. تجميل الأذن بالبايندرز، دي الطريقة الحديثة جدا، وهي بسيطة جدا، عبارة عن ميتال بارت بيعتمد على تدخيله تحت الجلد في منطقة الأنتي هيليكس وبيتني الغضروف. أهلا وسهلا بحضراتكم في روبي كلينيك، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.